government خلاص بقى يا جميل، خلاص بقى. The government inspector. انت حضرتيها الاول؟ لا طيب، هي الدراما بتاعتنا، خلاص يا حبيبي، البلاي بتاعتنا اسمها ذا جفرمنت انسبكتور، المفتش الحكومي. تمام، عرفنا الكاركترز اللي كانت ظهرت. كان عندي ذا ماير، كان بيدعي الشرف، but he was a briber. He was a briber، كان ايه؟ مرتشي. But he gave and took bribe. مش بس بيدي رشوة، لا، ده بيستقبل كمان ايه؟ رشوة من الناس عادي. عرفنا كان عندي the judge. The judge اللي هو القاضي، وعرفنا ان هو the institution اللي هي بتاعته، اللي هي كانت the court، المحكمة was in a mess، كانت في فوضى. No records أو no correct أو right records، مفيش سجلات إيه صحيحة. All the commitments، commitments اللي هي الإيه؟ الحكم، الأحكام يعني. All the commitments were wrong، كانت الأخطاء كلها، أو كانت اسمها إيه ده؟ الأحكام كلها كانت إيه؟ خاطئة. وقلنا إن هو he was another إيه؟ bribe، كان برضو مرتشي، ولكن هو كان عنده فكرة بقى، إن هو he took small puppies، كان بياخد الجراوي الايه الصغيره من الناس كرشوه، هو ما كانش معتبر ان ديت ايه رشوه. وعرفنا ان هو he was godless، يعني ايه godless؟ ملحد. خلاص، خدنا كمان the charity commissioner اللي قلنا الانشنز بتاعته، اللي هو the CC، the C C، خلاص، اللي هو كان مسؤول الصحة. قلنا برضو the hospital was in a mess. تمام، they were given، اللي هم ال patients يعني، they were given natural ايه medicine. قلنا the doctor wasn't Russian، ما كانش ايه روسي، بالرغم ان هي احداثها كلها في روسيا. تمام، عرفنا كمان ان هو the smell was unbearable، الريحة جوه كانت ايه لا تحتمل. المهم، ذا بوست ماستر، الراجل بوست ماستر دوت اللي هو مسؤول الايه البريد، قلنا عرفنا ان هو جاب لتر وعطاه للعمده. اللتر ده كان انكلودد سم تيربل انفورميشن فور ذا هول اوفيشلز، كانت معلومات فظيعه للمسؤولين ايه كلهم، اند ذا هول ديستريكت، والولايه كلها. ايه؟ ان هو a government was coming incognito to inspect all the whole ايه ديستريكت، ان هو هيفتش على الولايه كلها او المقاطعه ديت كلها. عرفنا الاراء بقى بتاعتهم، ليه هو جاي؟ قلنا في اسباب سياسيه، في اسباب يشوفوا في خيانه، مصر اسمها ايه؟ روسيا كانت داخله ايه؟ حرب، فخايفين لا يكون في خيانه داخليه. المهم، بيجي اتنين، طبعا شرحنا الكلام ده تفصيل، تمام؟ اسمهم بوب اند ايه؟ دوبشنسكي. الاتنين دول كانوا لاند اونرز، في لاند اونرز، في لاند لوردز. تمام، لاند لورد ده صاحب محل مثلا، صاحب بيت. لاند اونر ده صاحب ايه؟ ارض فعلا. خلاص، المهم الاثنين كانوا they were ايه short، they hasted to the mayor، جم بسرعه للايه للمايور، جم بسرعه للمايور and told him that they noticed a strange man. تمام، in the end، في راجل هناك في الحانه اللي هي عندهم ديت، they suspected him to be the general inspector، شاكين فيه. النهارده بقى هنعرف ليه هم شكوا فيه. العمده خد بعضه طبعا وركب الايه العربيه بتاعته، مش العربيه ديت، عربيه الحنطور. تمام، the cart او carriage to go to the ايه to go to the end. الراجل راح، كان في المشهد الاولاني قبل ما العمده يوصل، في واحد اسمه يوسف. واحد اسمه ايه؟ يوسف. يوسف ده he was the servant، هو كان الخادم، خادم لواحد اسمه ايه؟ ليستاكوف.
اسمه ايه؟ ليستاكوف، هتحفظوه كده، ايفان الكسندروفيتش ليستاكوف، ايفان الكسندروفيتش ها ليستاكوف. طبعا الاسامي كلها روسيه، تمام؟ يوسف ده في كل اللغات والاديان موجود، ها؟ في يوسف، في جوزيف، في وفي بالاي، بس هي في الستوري مكتوبه كده، الستوري نفسها الاصل بتاعها هي مكتوبه كده خلاص، فانا كاتبها زي ما هي مكتوبه. انا ابني يوسف فعارف، تمام؟ فالمهم يعني، المهم ليستاكوف ده بقى، تعالى نشوف حكايته. ليستاكوف كان معاه فلوس وهو جاي، هو كان مسافر المفروض راجع لابوه في حته اسمها ساراتوغ. راجل عادي، هو كل ما بيتكلم عن نفسه بيقول ان هو a simple clerk، a simple اللي هي شباب clerk، موظف ايه؟ بسيط. بس هو لما هيقول a simple clerk قدام العمده، العمده هيفتكر ان هو ده يعني ورجع. ركز. يبقى هو كان كل ما يقول على نفسه ان هو سيمبلي كليرك، العمده فكر ان هو يعني بايه؟ بيحور، عشان هو جفرمنت ايه؟ انسبكتور، فما يفخمش نفسه ايه؟ قوي، لان هو جاي اصلا ايه؟ انكوجنيتو. يعني ايه انكوجنيتو؟ متخفي، متنكر. خلاص؟ ماشي؟ طيب. يوسف بقى كان عنده معاناه. يوسف ده كان عنده معاناة، كان بيعاني من ايه يوسف؟ قال لك from his master's behavior، من سلوك مين؟ السيد بتاعه. طيب السيد بتاعه ده اللي هو مين؟ لاستاكوف. طب كان بيعانوا ايه؟ ان هو he liked showing off. يعني ايه showing off؟ التباهي. كان بيحب الايه؟ التباهي. طيب التباهي ده كان يعني بيبان في ايه؟ قال لك he wore the best clothes، يعني يلبس احسن ايه؟ لبس. خلاص؟ تاني حاجه قال لك the best food، يدخل المطعم من دول يصرف اللي معاه. طب تالت حاجه theaters and inns، كان يروح الايه؟ القهاوي، الكافيز والكلام ده، ويصرف فلوسه كلها هناك، ويروح المسارح. طب واهم حاجه ايه بقى؟ جامبلينج، اللي هو لعب الايه؟ القمار. طب ايه حصل في القمار ده؟ قال لك اخر مره كان معاه فلوس، قعد مع ضابط، ان اوفيسر، تمام؟ هو ليكد اول his money up in just a second. الراجل قعد معاه في ثانية وربع ساعة، يعني استنوا في ثانية كده، في ثانية راح جاي ايه؟ مشطابه، مخليه على الايه؟ على الحديد، معهوش فلوس، تمام؟ طيب البيست كلوزز، قال لك لما كان بيشتري البيست كلوزز، افضل هدوم، قال لك ان هو كان بقى when he needs money go and sell these ايه؟ كلوز، يجي جاي رايح بايع. طب انت عملت ايه؟ طب ما من الاول وفر ايه؟ فلوسك ديت، بدل ما انت بتروح تبيعها سكند هاند استعمال. طيب ادي حاجه. طيب هما دلوقتي قاعدين في الان، بقالهم قد ايه؟ قال لك بقالهم تو ايه؟ ويكس، قاعدين اسبوعين. طيب طب ابعت لي مسج، ماشي.
ماشي شباب، قال لك قعد قد ايه هنا، قاعدين قد ايه 2 ويكس، قال لك خلصوا فلوسهم بقى، فزي didn't pay the bills، ما دفعوش الايه يا شباب الفواتير. طب نتيجة لديت ايه؟ كان عندي اتنين، the land lord، لاند لورد لسه قايل لكم اللي هو صاحب الايه؟ صاحب المحل اللي هي الان دي، خلاص؟ وعندي ذا ويتر. فاللاند لورد امر مين؟ الويتر، قال له دونت سيرف ذيم ايه؟ فود، ما تقدم لهمش ايه؟ اكل. تيل ذي باي فور ذير فود، لغايه ما يدفعوا الاكل اللي عليهم، او ذي باي باك زير ايه بيلز، يدفعوا الديون اللي عليه. قال له ماشي. قال مين كده؟ للويتر. فالمهم يوسف كان قاعد بيكلم نفسه في الاول، يوسف قاعد قدام الجمهور كده وبيكلم نفسه وبيقلد مين؟ لستاكوف. لما بيجي يتمنظر، ايوه على منظرته دايما يقول لي ايه؟ يوسف جو برينج ذا بيست فود، جيت سالمون اند مش عارفه ايه، ويقلده كده. يقلد ديت يعني ايه؟ ليها فعلين، ميمك اند ايميتيت. ميمك لما قلدك بسخريه، ميمك مين؟ ميمك هم، ميمك هم يعني اقلدك بسخريه، ايميتيت يقلد يعني اقلد طريقتك بس، يعني هي ايميتيتس مي، بيقلدني خلاص. انما وين هي ميمكس مي، يبقى بعد كده بيسخر ايه مني، خلاص بالتقليد بسخريه. طيب بيدخل مين عليه فجأة؟ لستاكوف. لستاكوف كان بره، فبيقول له يا يوسف فين الاكل؟ قال لك لا ده احنا عندنا معاناه كتير. قال له الاول اللي فينا سجاره، تمام؟ قال له there is no tobacco. There is no tobacco. مفيش دخان. طب تاني حاجه قال له ان الويتر جه وقال لهم ان هو he wouldn't serve ايه food، انا مش هقدم لكم اكل. فقال له بس طب روح بس كده يوسف، قول له يعني ايه ده، لا انا بطني يعني هتموت من العصافير خلاص. قال له طب لا والله معلش مش هقدر. قال له معلش بس روح جرب. الويتر راح، سوري يوسف راح وجاب مين؟ هو لئيم برضه عقر، راح وجاب مين؟ الويتر. فجاب الويتر، فالويتر قال له والله اسف يا مستر ليستاكوف مش هقدر اجيب لك ايه اكل. قال له ليه؟ ما انا قال له ما انت ما دفعتش الفواتير. قال له يا عم انا دلوقتي اي ام ان بزنس، انا جاي هنا دلوقتي في ايه؟ في شغل، اي ام ان بزنس، معنى كده ان انت هتعطلني. and he started boasting أو acting، بدأ إن هو يتصرف as an important إيه؟ an important man. هنا بقى لعب الدور اللي هو بيعرف يشتغل. أنت إزاي ما تجيبليش أكل؟ أنت عارف إن أنا عندي شغل، طب أنا كده لو ما أكلتش أنا مش عارف أنزل إيه؟ شغلي، أنا هشتكيكم، أنا مش عارف إيه بتاع. الراجل قال له طب طب خلاص هنزل أجيب لك إيه؟ أكل، بس دي آخر مرة هقدم لك إيه؟ اكل فيه. نزل جاب له اكل، فجاب له صنفين اكل، جاب له سوب، وده كان راي ليستاكوف فيها ان هي ديرتي، تمام؟ طيب وجاب له روستد تشيكن، فرخ ايه؟ فرخ محمره، وقال ان هي ووز جرينتي تقريبا، تقريبا جرينتي، هصلح الكلمه لما افتكرها، جرينتي اللي هي بتشد، تمام؟ تقريبا يعني جرينتي خلاص مش فاكرها بس يعني هتيجي دلوقتي واحنا بنشد جرينتي. طيب فطبعا الراجل قال له طب خلاص طالما الاكل مش عاجبك يا عم هات، فبيشيل الاكل، ده راح جاي ماسك ايه ايديه، قال له انت بتاكل ايه؟ قال له انت بتشيل اكل ليه؟ ما تشيلش الاكل هاكله وخلاص. قال له على فكره the landlord called the mayor، اتصل بمين؟ بالمايور، and the mayor is on his ايه؟
وهيحصل بقى مس اندر ستاند، وده اهم نقطه. دي الكلايمكس بتاعت الايه، كلايمكس بتاعت الايه، الستوري، تمام، ذروه الاحداث، اللي هو لما هيحصل الميتنج ما بين مين، المايور ومين، لستاكوف. المايور مفكر ان الراجل ده الموظف البسيط ده ايه، جفرمنت انسبكتور، والولا لستاكوف ده الموظف البسيط مفكر ان المايور جاي ليه، تو سند هيم تو ذا بريزن، جاي يبعته لايه، السجن. فهيحصل الايه، الكوميديا هنا تطلع. خلاص، بيجي العمدة وبيبدأ إن هو يتكلم مع مين؟ مستر جوز. طبعًا أنا دلوقتي واحد ما دفعتش الفلوس اللي عليا. هتلاقيني بقى قاعد بهزر وبعمل وبتاع، والراجل المفروض المايور جاي لي. هل هتلاقيه بيحييني وبيكلمني كده ويقول لي عظمتك وفخامتك وأنا عليا فلوس؟ لا، ده جاي ياخدني السجن. تمام؟ الراجل استغرب لسه كوب. لا، ان الراجل العمده ده داخل له ويقول له يور ماجستي يو ار ويلكم اون اور لاند، يو ار مش عارفه ايه، ا جريت بيرسون. ايه ده، ايه اللي بيتقال ده، ازاي انت بتقول لي كده وهو الراجل قايل لي ان انت جاي تقبض ايه، تقبض عليا، في حاجه، في مشكله. قال له ايه المكان اللي انت قاعد فيه ده، اي دونت لايك ذيس ديرتي لودج فور يو، يو هاف تو كم تو، يو هاف تو موف to another better place، لازم انت تنتقل لمكان ايه، افضل. لستاكوف فكر ان هو الايه، بيقول له ايه، بيرمي على ايه، بريزنت، ان هو السجن المكان الافضل ده بالنسبه له، اعتقد ان هو الايه، السجن. بداوا يتكلموا مع بعض، المايور كل شويه يدي كده ايه، هنس، هنس يعني ايه، تلميحات، يبين للاستاكوف ان هو فاهم ان هو الجفرمنت ايه، انسبكتور، فيعني تعالى معايا سكه، شوف انت عايز ايه واحنا نقدمه لك، عايز فلوس هتاخد، عايز اكل نجيبه لك هتاخد، اي حاجه هنجيبها لك. المهم برضو الاستاكوف ايه، مش فاهم الناس دي بتعاملني كده ليه. بيبدا العمده بقى فولتلي، يعني ايه فولتلي، بشكل ايه، خاطئ، توك اباوت هيز سينز، سينز يعني ايه، ذنوب او خطايا. اول خطيه عنده اللي هو هي تيكس ايه، برايبس. العمده واعي وعارف ان الراجل ده ممكن يكون جاي بناء على شكوى ان هو بياخد رشاوي. طب يا عم مش انت جاي عشان انا باخد رشاوي؟ طب انا باخد رشاوي، بس باخد رشاوي ايه، شوجر اند تي، انا ممكن اجي اخد منك يعني مرتبي. وبيقول له مرتبي ما بيكفينيش ايه، اكل واشرب ولا شاي وسكر حتى، فانا ممكن لو خدت يعني تيك سام ماني، ليتل ماني فور ذا تيبل، تيبل يعني الترابيزه بقى، شرب والكلام ده، خلاص شوبر اند تي مثلا. طيب وايه كمان، اند يا عيني سام كلوز وبعض الايه، القماش، هي دي رشاوي، انما يعني ما بمسكش فلوس ضخمه ولا بصعبها على الناس في الرشاوي ده، انا بجيب شويه سكر وشاي وشويه هدوم فور ماي يونيفورم، لليونيفورم ايه بتاع. انت بتقول لي انا ده ليه، كل اللي استكوف في دماغه، ايوه طب وانا مال امي يعني، انا ما تاخد رشاوي ولا تولع. العمده بيجيبها على بلاطه، بيجي جاي قايل له ايه، لستاكوف عمال يقول له ايه، ده بيقول له رشاوي اهو. فلستاكوف راح جاي رد عليه، على فكره انا بشتكيك كمان، بشتكي صاحب القهوه دي. قال له ليه بتشتكيه ليه، قال له ذا فود از باد، الاكل ايه، سيء جدا، اند ذا تي، والشاي باين تيستلس، باين تيستلس من غير ايه طعم. المهم بيشتكي من جوده الايه، الاكل. قال له يا عم ولا يهمك، وقال له ان هو مش راضي يقدم لي فلوس، اسمع بقى،
مش راضي يقدم لي فلوس until I pay for my ايه bills. جاب سيرة ايه bills، bills اللي هي ايه فواتير. فالعمدة يعني الفهم بقى. آه انت كده جيت بقى بتتكلم في الصح، انت عليك ايه فواتير، انا ايه حبيبك هدفعها لك. فراح جاي منادي مين الويتر، قال له عليه كام، قال له عليه 200 ايه روبلز، روبلز دي اسم العملة. قال له عليك كام 200 روبلز، قال له خد ال 200 روبلز ايه بتاعت الراجل. طب شوية كده وراح جاي مقدم له another 200 ايه روبلز as a loan. الموضوع ده بقى يستمر طول القصة. يعني ايه لون؟ قرض. قال له انا هاخد الفلوس دي، ده مين اللي بيقول؟ لستاكوف بيقول له انا هاخد منك الفلوس دي بات as a ايه؟ as a loan كقرض. قال له ماشي قرض قرض. ليه الناس الحلوة دي؟ انا جاي ومش لاقي اكل ولا شرب، فجأة لقيت الراجل بيقول لي تعالى وهوديك مكان كويس واحسن وهتاكل افخر الاكل وبتاع، وكمان بيديني فلوس في ايدي. يلا بينا تعالى نقرا كده الايه الجزء ده. خش على الاسئله عشان هي اللي موضحه الايه الكوتيشن. انتوا ده بالغروب راحتكم. طبعا الاجابات مش هتبقى بالمنظر ده اكيد طبعا. صبح صبح احدد. ايوه دي ايه ولا اجابه القصه بحالها ايه؟ انا لخصتها لك في رسمه، انا كده لخصتها. بيقول لك why did يوسف disapprove، يعني ايه disapprove؟ لم يستحسن. disapprove of his master's behavior، ليه ما كانش حابب سلوك السيد بتاعه؟ قال لك because he liked، اللي انا قلتها بقى because he liked showing ايه off. وضح لي بقى ايه showing off؟ buying the best clothes، ها going to theaters، تمام، going to inns، asking for the best ايه food. بس ادي الاجابه، he asked for the best كذا، he went to the كذا، بس وخلاص. مش هتكتب كل ده، انا ده شرح من كلام جوه القصه، تمام. انت بقى قوله باسلوبك اهو. بس كمان ايه، he disapproved of his master's father، وكمان ما كانش عاجبه ان ابوه كان بيبعت له فلوس بدون ايه حساب. sending him the money he had been spending so freely، ان هو بيبعت له فلوس وبيصرفها ايه حريته. تاني سؤال بيقول لك ده مش هيجي كده، ده هيجي كده، ويقول لك comment. فانت هتقول لي دي، انت فاهم، فاهم اللفه دي، يعني ده كوتيشن، ده من القصه. هيقول لك علق عليه، هاي يوسف run along and book me rooms the best remember and order me the very best dinner they have. I can look at common food. I must have the very best. انا لازم يجي لي افضل ايه حاجه. يبقى who said this use mimicked his a master. وتقول لي بقى that he asked for the best food. تقول لي القصه دي، تمام. and he wasted all his a money، وضيع كل فلوسه. ادي اجابه السؤال. four او اهو describe الاول three، describe the poor conditions which Listakov and Yusuf were facing. ايه الحياه الضنك اللي كانوا عايشينها؟ there wasn't any tobacco. طب انتوا معاكم، معاكم تباكو؟ في واحد قالش بقى قالش عليها النهارده، قال لي معايا وان باك توباكو، وان باك. اه بس فيها فكره ايه؟ ما مش انا اللي قلشتها دي، لا 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 مش دي اللي قلشتها.
لا ما قلشتهاش بصراحة، عشان أعرفكم بالسجاير ليه؟ ده أنا خبيت عليهم المعنى أصلا. There wasn't any tobacco left in the jar. معهمش لسه إيه؟ دخان. معاك دخان؟ The landlord wouldn't serve them dinner. صاحب الإيه؟ المخل ما كانش بيقدم لهم إيه؟ أكل. Give an example of gambling. ده مش هيجي لك كده. امال ده هيجي لك ازاي؟ هيجي لك كده. مين اللي قال ده؟ ها؟ ليستر كوب هو اللي قاله. قال ايه بقى؟ That infantry captain certainly took me in. قضى عليا. كلني. Take me. كلني. The way he piled up game after game. كل شويه يطبق دور ويلغي ويكسب، يطبق دور ويكسب، يلم ويكسب. The brute الايه؟ الوحش. He only شرس. He only sat down for a quarter of an hour. ده قعد ربع ساعة. But he licked me clean. شفطني، نظفني. خلاص؟ شايف الأسلوب أصلاً؟ He licked me ايه؟ clean. Why was why was Yusuf hesitant about going down to the kitchen? هو هيروح الكيتشن ليه؟ طب هو ليه متردد يروح المطبخ؟ هل هتحكي لي كل ده؟ ها؟ مش هتحكي لي كل ده؟ امال هتقول لي ايه؟ The landlord didn't want to serve them food again. So, Lester Cove asked me يوسف to go to the waiter. ان هو يروح لمين؟ للجرسون. And ask him to serve some ايه؟ food. Some food. When the waiter came, he refused. لما الويتر جه ايه؟ رفض. But Lister Cove showed that he was an important ايه؟ man and that they would be in a trouble. والله ما فيها حاجة. أسمعها لك تاني؟ عشان أنا الله يكرمك. انت حبيبي. طب تاني ترجم بقى، انت ما تعرفش تترجم ده، ترجم لي انت. اقول لك كده، راح للمطبخ ينادي الجرسون. وين تو ماضي بقى، وين تو ذا ايه؟ كيتشن. تو كول ذا مين؟ ذا ويتر. واي؟ بيكوز ذي نيدد ايه؟ فود. كانوا عايزين ايه؟ اكل. وين ذا لما بقى الويتر جه، وين ذا لما الويتر جه، قولها بس يا حبيبي. وين ذا ويتر كيم، رفض ان هو يقدم له اكل. سيرف هيم ذا فود. لستاكوف تظاهر، بريتند يعني يتظاهر، هي ادعى ان هو رجل مهم، هي ان هو هيشتكيه، يشتكي. complain. he told him that he would a complain. في الاخر the waiter brought some a food. جاب شويه اكل. ادي الاجابه. فهمت الاحداث؟ هتجاوب. السؤال السادس بيقول لي what did Lester Cove tell the waiter in order. ده اللي انا قلته بقى الى اخر حته. he told him، بص بقى اقنعه ازاي ان هو يجيب اكل. قال له خلي بالك، I am an important man. I am in a business. If you wouldn't get send me a sorry if you didn't send me food، لو ما جبتليش اكل، I would a complain. فانا هشتكي. هتاخد الاجابه فول مارك. ما يشتكيهم بقى ان انتوا سايبيننا نموت من الجوع. هو قال كده. فالتاني خاف ان هو يبقى راجل مهم ولا حاجه ويتأذى. اكتنج ايه بقى؟ ريتشر. يعني ايه اكتنج ريتشر؟ تظاهر ان هو ايه؟ اغنى من ما هو عليه. 7. Why was not Lester Cove satisfied with the dinner he was served? ليه ما كانش راضي عن الاكل؟ هتحفظ لي بس الايه؟
أو إن هو it was only two A courses، كان كام وجبة؟ وجبتين. طب هو كان عايز إيه؟ أفضل أكل كذا وكذا وكذا، تمام؟ السوب اشتكى منها إن هي إيه؟ simply put dirty إيه؟ water، إن هو كان حاطط فيها إيه؟ زبالة. He was dramatic. طب بعد كده وبالنسبة للفراخ قال عليها إيه؟ it was too stringy، طلعت stringy. وأنا قلت إيه؟ أنا قلت سترينجي؟ سترينتي؟ جرينتي، أه أنا عكستها. سترينجي. صح؟ سترينجي، أنا عكستها. خلاص؟ أند إت ووز إيه؟ سترينجي. إن هي كانت إيه؟ بتشد سترينجي. سترينجي اللي هو الإيه أصلاً؟ خيط، فهي سترينجي بقى، أه صح. آه ماشي، بس أدي كده الأكل. يبقى إيه اشتكى من الأكل إزاي؟ He only had two courses، كان عنده وجبتين. Number two, the chicken was a stringy، تمام. Number three, the soup was very a dirty. بس كده. ادي الإجابة. صعبة؟ بالأمان. Both the mayor. آه ده بقى أهم سؤال في الترم. ده بنسبة 95% بيجي. ماشي يا مصباح؟ نور لي هنا والنبي. The mayor and Lestakov. اه انتوا فاهمين الميس اندرستاندينج؟ اه حلو. قولي لي بقى ايه؟ انت قلتي معاهم. ما قلتيش. طب انت قلتي معاهم. يلا يا شاهد، انت قلتي فاهمه. يلا قولي لي ايه الميس اندرستاندينج. نعم ترجمي. يلا قولي. ليستاكوف جوفرن. ها ها was going to send him to a prison. خلاص. So Lestakov wondered، تعجب، why the mayor was treating him in that elegantly a way، بالطريقة الايه elegant، sorry in this elegant a way، بالطريقة يعني الايه الفخمة دي. ادي بس ادي الإجابة. ده المس ايه understanding. طيب بيقول لك ايه؟ mayor suggested that Lestakov move to other quarters. ممكن تيجي لك في الامتحان ده. What did the mayor mean with other quarters? And what did Lestakov say, think? ده كان قصده ايه؟ That he would move to his house، هينتقل لبيته. Lestakov thought that he would go to a prison. خلاص؟ What did Listakov complain to the mayor about؟ اشتكى من ايه؟ ومن قعدته في الان اشتكى من ايه؟ حاجتين. The food was a very bad and the landlord was starving him up. يعني ايه starving him up؟ بيجوعه. ادي النقطتين اللي هتقول. تاني the mayor the landlord was starving him up and the food was very a bad. ادي بس. ها؟ ما هو ذا فود ووز باد. عارفه بيم ده شعاع، بس هي ليها معنى بقى ايه في اللحمه اللي هي سنون بتفتل. ايوه بتفتل، هي دي اللحمه كانت ايه بتشد معاها الفتل كده. خلاص مش مهريه، مش well done. وان هو رماها من ايه؟ من الشباك. لا طبعا. How did the mayor how does the mayor justify، ازاي برر ان هو كان بياخد رشاوي؟ ان هو that his salary was a simple، مرتبه كان ايه؟ بسيط.
it wasn't enough for tea and a sugar. بعد كده he only took a little bribes. كان بياخد رشاوي يعني شو صغيرة حاجات سيمبل كده، تمام، ذكرى من الناس، بياخد ذكرى. خلاص امضي لي على ال 100 جنيه دي وقتها. طيب العمده يا جماعه وهو رايح مفكر ان الناس اشتكوا لسببين، فهو عايز بقى ايه؟ طب ملعون، سوري كده يعني ملعون او الناس. انا هقول لك يا عم، طب انا باخد رشوه، بس هيبرر الرشوه بطريقه يعني ان انا هياخد ايه؟ حاجه بسيطه، فيبقى الموضوع هين. وبعتوا لك كمان، هو مفكر ان هم بعتوه، بعتوا للحكومه يشتكوا ان هو ضرب مرات الضابط، فخلاها مش عارفه تقعد لمده ايه؟ اسبوعين. بالظبط يعني جرى وراها في الشارع بالخرسانه. ايه؟ مرات ضابط على هناك المير، ضربها في السوق، فهو مفكر ان هي بعدت ايه؟ اشتكت. فالشكوى دي مع الشكوى دي بعتهم ايه؟ government inspector. فقال يعني ان هي ديت ايه؟ ان هم سلاندر، اكاذيب، بيكذبوا. It's an ايه؟ invention of my enemies. ده اختراع من ايه؟ من اعدائي. طب لسه كوف خد فلوس؟ خد فلوس، خد قد ايه؟ 400 ايه؟ روبلز. واخد، والعمده عامل ايه كمان؟ سامير بيت ذا بيل فور هيم. والله الاسئله سهله خالص على فكره. دفع له مرتين، مره وخد، راح جاي خد، قال له إيه خلاص دي بتاعتك والله ما ماشي، والتانيه قال له سلام. لسه كوف بقى ما دفعش الفاتوره. ايوه هو عاطيله 200 يدفع الفاتوره، خد. طب جيب، وراح جاي شويه يقول له ما تديني 200 جنيه فرض، حس بيا حس بيك ربنا. فراح جاي واخد ال 200 جنيه الثانيه وايه؟ ضارب. فالولد لما جيب الفاتوره ما دفعش بقى الفلوس، راح جاي عاطيها للعمده، قال له وادي الفاتوره اللي عليا. حور، نعم؟ مش 600 بقى، فاتوره. الاصل 400 فلوس في ايديه، الثانيه فاتوره هيدفعها بقى زي ما تطلع. خلاص؟ بحوالي هي كانت بحوالي 200 فعلا. انما الفلوس اللي خدها في ايده 400. دي مهمه جدا. بص بقى العمده فرحان بيقول ايه؟ اول ما خد الفلوس، اول ما خد منه 400 جنيه 400 روبل، ثانكس جاد هي هاز تيكن ات، خد الايه؟ الرشوه. ده قبل الايه؟ الرشوه. things will go smoothly after all، الدنيا هتمشي ايه؟ piece of cake كده يعني. and I managed to give him 400 instead of ايه؟ 200. عطيته 400 مكان ايه؟ 200. هو فرحان، هو فكر ان ده مين؟ government inspector. فرح، هو رايح وخايف انه ما يقبلش رشوه. فاول ما خد ال 400 جنيه خلاص كده بقى، لا في تقارير ولا في نيله، وضمننا الايه؟ زي ما بيقولوا شبكنا الحكومه. ولا في انسبكتور ولا حاجه، الانسبكتور الحقيقي بقى هيجي في الاخر وتختم القصه على كده. انما ده هيعمل بقى شويه حوارات لسه بقى. ها؟ طلع واحد بالصدفه كده اشتبهوا فيه. على فكره القصه دي متاخده من قصه حقيقيه حصلت. زي ما انت مثلا ايه؟ تفكري ان ده واحد قريبكم وجاي وقاعد، وفي الاخر يطلع انت مين يا عم انت؟ ده انا جاي لام مش عارفه مين. انت يا عم ايه اللي جابك هنا؟ فانت منتظره حد في نفس الوقت، فيصادف ان حد تاني يجي. هو ده اللي حصل، ميس اندرستاندينج. ده مش مشكله. Where did the mayor send up؟
لما لقى بقى ان الرشوه ايه نفعت وجابت نتيجه والراجل خلاص وافق ان هو ينتقل معاه البيت، تمام؟ فبعت لمراته بعد ما دفع الفاتوره، راح جاي قالبها كده وكاتب على ظهرها You must take two notes for me as fast as you can. One to the Melanica اللي هو تشاريتي كوميشنر اسمه زي ميلانيكا، تمام؟ at the hospital and the other to my wife. والتاني هيوديه لمين؟ لمراته. طب الاولاني للتشاريتي كوميشنر ليه؟ يقول له عايزك تحضر وجبه عشاء فاخره سمك، لان عندنا ضيف اللي هو مين؟ الجفرمنت انسبكتور. والتانيه لمين؟ لمراته، بيقول لها حضري اوضه لمين؟ للراجل الضيف اللي جاي يقعد معانا ده. اند برينج بقى ذا بيست ايه؟ فود اند درينكس، وهاتي له احلى اكل واحلى ايه؟ شرب. خلاص؟ هنحفظ لغايه هنا. ده كده ال 13 questions دول Act 1 Scene 1. انتوا عليكم Act 2 Scene 2 كمان. وبعد كده Act 3 في الترم الثاني. كان Act 1 كله Scene 1. طب استنوا، انت سمعته؟ Let's check on it. الناس اللي ماشية دي سمعت؟ أحباب الله اللي ماشيين دول. أنا ما قفلتش الزوم. ماشي، اتفضلوا يا شباب.